صوما مقبولا افطارا هنيئا مشاهدينا، اهلا وسهلا فيكم في طل جديد وامسي جديده بصحبه دائما البنك الاسلامي الفلسطيني حسن الاختيار. مشاهدينا ومتابعينا لا تنسوا البنك الاسلامي الفلسطيني حسن الاختيار عنده كريم اثنين. شو كريم اثنين؟ كريم اثنين الجائزه الاولى كانت 125,000 شيكل، اليوم ضاعفوها فصارت ربع مليون شيكل. افتح حسابات وغذي حساباتكم وكونوا من الكسبانين والربحانين مع البنك الاسلامي الفلسطيني حسن الاختيار. خليكم معنا في هالجوله والامسيه في المسابقه المميز جدا بصحبتكم مشاهدينا ومتابعينا من مدينه رام الله. يتجدد اللقاء معكم دائما مع البنك الاسلامي الفلسطيني حسن الاختيار. من وراء الكاميرا براء عمر ومني انا منتصر العنان، يسعد اوقاتكم، تعالوا معنا في بنك الاسلام الفلسطيني. البنك الاسلام الفلسطيني حسن الاختيار. مكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا من مدينه رام الله اليوم من خلال شاشه تلفزيون الفجر الجديد بصحبه البنك الاسلامي الفلسطيني حسن الاختيار. لا تنسوا غذي حساباتكم وافتح حسابات جديده في البنك الاسلامي الفلسطيني واربحوا ربع مليون شيكل كل شهرين. مساء الخير. مساء النور يا كل عم. انت بخير؟ وانت بخير وصحه وسلامه. كيفك؟ الحمد لله نشكر الله. كيف الاجواء؟ الحمد لله تمام تمام، والاجواء حتى الجو لطيف. الجو حلو كثير، حلو الجو اليوم. طيب شو اسمك؟ جهاد طه. جهاد طه. جهاد احنا مع البنك الاسلامي الفلسطيني. اكيد بتجاوب تاخذ جائزتك مباشره ان شاء الله. جاهز يا سيدي؟ جاهز. طيب ما هو الصمصام؟ ما هو الصمصام؟ ما هو الصمصام؟ يعني لو جاب عن الجوجل راح نغير السؤال عشان فاضي. مش راح نعطيه اجابه. مش عارف الصمصام. ما هو الصمصام؟ عرفتيه؟ عارفينه؟ يلا. طب في خيارات؟ لا ما في خيارات. شو خيارات؟ ما هو الصمصام؟ شو يا صمصام؟ طه شو يا سيدي؟ تجاوب. سيف سيف سيف. لا لا. سيف. ايش ايش سيف؟ عشي فاضي. عشي فاضي. لا عشي فاضي. مش راح نرجع للاصل. السيف الصلب. ايش السيف الصلب؟ هلا احنا هو طالب من الجوجل فاجا يقول، قلنا له عشي فاضي راح نغير السؤال مش راح يستفيد. يلا قل له يا من الجوجل. ايوه يلا عشي فاضي عشي فاضي. طيب ما هو النبات الذي له عروق غليظه حاره حاره الطعم يؤكل ويشرب؟ زنجبيل. ها شايف كيف؟ مش الجوجل لحاله، المخ. جوجل المخ. هاي شنطة كمبيوتر مميزة من البنك الإسلامي الفلسطيني. شو تحكي لهم؟ شكرا لكم والله يقويكم ويديمكم. إلى الأمام إن شاء الله. البنك الإسلامي الفلسطيني حسن الاختيار. احنا مع البنك الإسلامي الفلسطيني حسن الاختيار. الساعة في لها نص ساعة صح؟ صحيح. طيب النص ساعة كم ثانية؟ بسرعة. كم ثانية؟ بسرعة. النص ساعة كم ثانية؟ يلا خذ جلستك على السريع. 900. ايش؟ 900. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. شو اسمك؟ مجدي. مجد؟ مجدي. مجدي من وين؟ من عبوين. اهلا وسهلا فيك. هلا فيك. مجدي يعني ليش تتسرع انت؟ ليش؟ تسرعت كثير. ليش؟ النص ساعه لا مش 900. 1800 ثاني. انت خاطب جديد كأنك؟ اه. يا عيني مبروك. الله يبارك. يعني بدك تفرجي حالك انك شاطر قدامها. طيب هاي جائزتك، انت مع كمبيوتر ولا خطيبتك مع كمبيوتر؟ الجهتين. الجهتين. هاي شنطة كمبيوتر المرتبة من البنك الإسلامي الفلسطيني. شو بتحكي لهم؟ سلم ايديكم وكل عام وانتم بخير. البنك الإسلامي الفلسطيني حسن الاختيار. مكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا امسياتنا الرمضانية من مدينة رام الله بصحبة البنك الإسلامي الفلسطيني حسن الاختيار. لا تنسوا مشاهدينا ومتابعينا افتحوا حسابات وغذي حساباتكم، بانتظاركم جائزة كبرى قيمتها ربع مليون شيكل سحبات كل شهرين. مساء الخير. هلا. كيفك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ أسيل. أسيل. من وين أسيل؟ رام الله. أهلا وسهلا فيكي. احنا مع البنك الإسلامي الفلسطيني، بتجاوب وبتاخذي جائزتك فورية يا أسيل. أنت بجامعة مدرسي ولا شو؟ جامعة. جامعة، شو بتدرسي؟ إنجليزي. إنجليزي، هاو آر يو؟ لا ما شاء الله إنجليزياتك قويات. لا لا ما شاء الله. طيب أسيل، أقرب دولة عربية إلى أوروبا. أقرب دولة عربية إلى أوروبا. لا خلص أنت تحكيش أنت خلص. لا ما تحكي. لا 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 لا. ارجع ارجع. المحل كله بده ياخذ كنه. المغرب. شو؟ المغرب. المغرب ولا العصر؟ المغرب. لا الظهر. المغرب ولا العصر؟ طيب طلع شو بدنا نعمل يا براء؟ مش تعال نعطيهم، نعطيهم هذيك الشنطة. هلا بقول لك ليش. شنطة كسبية بينك وبينك.
أسيل واسمك ايش انت؟ أسيل. أسيلتين. أسيلتين. طيب ممكن افرجيكم شو اللي في الشنطة؟ كيف؟ حلوات؟ من ايش؟ من البنك الإسلامي الفلسطيني. شو بتقولي لهم؟ ان شاء الله للأمام دائما. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. لا تنسوا زي ما حكينا لكم انه بانتظاركم ربع مليون شيكل سحبات كل شهرين. افتح حساب وغد حسابك ممكن تكون من نصيبك ربع مليون شيكل لفوق راح تطلعك مع البنك الإسلامي الفلسطيني. مرحبا، اهلا، كيفك؟ الحمد لله، كل عام وانت بخير، وانت بالف خير. رمضان كريم. الله اكرم عليك. كيف هالاجواء الرمضانيه؟ الحمد لله تماما، ماشي الحال. الحمد لله يا جماعه، قوطر رمضان، قوطر روح. يعني من استقبل مين؟ عيد الفطر السعيد، كل عام وانت بخير. طيب عارفين خير. روان عويضات، اهلا وسهلا فيك يا روان. روان، ما اسم البلد الوحيد الذي ذكر في القرآن الكريم؟ اسم البلد، في بلد وحيد ذكرت في القرآن الكريم؟ لا، مصر. تأكد من الإجابة؟ مصر. البلد الوحيد اللي ذكرت في القرآن الكريم هي مصر. إجابة موفقة. طيب أنت كثير الأولاد، هذا ابنك شو اسمك؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن، عاشت أسماء. بمزح أوعي كثير؟ يعني. آه. طب هذه ما كنت خياطة من البنك الإسلامي الفلسطيني. شكراً. شو بتحكي لهم؟ شكرا لهم، وان شاء الله من المزيد من التقدم والعطاء والتألق. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. لا تنسوا، لحقوا حالكم، افتحوا حسابات وغدوا حساباتكم، راح تكونوا من الرابحين ربع مليون شيكل بانتظاركم كل شهرين، اللي هو اسمه ايش؟ تسمعوا كتير، كريم 2. شكرا مشاهدينا ومتابعينا على متابعتكم ومشاهدتكم إلنا دائما عبر شاشة التلفزيون الفجر الجديد من مدينة رام الله. اليوم من وراء الكاميرا براء عمر، ومني أنا منتصر عناني. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.